ضمنك بنرجع عندها هيك. يجون ذولي والعب عليهم وتمشي اللعبه، ان شاء الله ما يعرفوني. بس الضرمه يا كريم يا رزاق يا كريم. بسم الله الرحمن. من ذا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا راعي الصوت. من انت؟ انا اسمي رحيم، ابغى اروح البيت لاني بكره وراي مدرسه. وش مدرسة؟ مدرسة ذا الحزة؟ أنت شكلك قصدك مدرسة القيادة، مسك في الليل مسكرين. لا لا لا، مو مدرسة قيادة، أنا مدرسة ابتدائية، بكرة وراي مدرسة ابتدائية، بروح أشتري أغراض وبيتي وأروح البيت. تروح تشتري بيتك؟ لا لا، بروح البيت أنا عشان متوتر ما أعرف. متوتر؟ إيه. الحين أنت في ابتدائي؟ إيه أنا ابتدائي، معك سيارة توديني؟ طيب يا حبيبي، وش جابك موقفنا؟ وين انت؟ وين رايح فيه؟ انا جيت شريت اغراض وحطيتها في التاكسي وراح وخلاني. راح بالاغراض وابي ارجع البيت. ترجع البيت؟ ايه، بيتنا في حي العزيزيه. في حي العزيزيه؟ ايه. اللي في الدمام ولا اللي في الرياض؟ لا في الرياض. في الرياض؟ انا الدمام اجي هنا صاحي. ما ادري، ايه؟ كنت طايح من طياره ولا طايح من شيء؟ انت معك سياره؟ طيب الحين انت تدرس انت؟ اي انا ادرس ابتدائي. ما تسمع؟ طيب انت في اي صف في الابتدائي؟ اي صف؟ سادس. سادس وشو؟ سادس باء ولا خاء ولا جيم؟ سادس ياء. يا فصل جديد. يا حليل، هذا ياء اللي ياء متميز. طيب حافظ جدول الضرب؟ حافظ جدول الضرب. طيب واحد ناقص خمسة كم؟ واحد ناقص خمسة سالب خمسة. أنا في ابتدائي ترى. ما شاء الله عليك. طيب الحين أنت كبير وملابسك كبيرة، ما أنت قصدك أنت مدارس من وين؟ من الله، أنا آكل ما شاء الله النباتات وآكل اللحوم. تاكل نمل؟ لا لا، نباتات. نبات اللحوم. ما شاء الله، مسوي جيم. شفت الهرم الغذائي كله أنا آكله. تروح مصر وتاكل الهرم؟ لا لا لا، مو مصر، الهرم الغذائي. الهرم الغذائي. ايه الغذائي. ايه انا راح بالي. وين ايه راح بالي؟ بعيد والله. ايه انت بتوديني ولا اشوفه ثاني واحد؟ والله انت قول بيتكم في العزيزيه. في حي العزيزيه. وانت بيني اوصلك؟ ايه ابيك توصلني حي العزيزيه. شيء ما ادري هو جنوب شمال، هذا تحدي وين المكان ولا ما دخل؟ لا 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 لا، وين خربط دائما خربط. لا تخربط الحين. معليش معليش. الحين انت تدري هذا موقف كدادين، وش جابك فيه؟ يعني يعني تودون تجيبون؟ نودي ونجيب، بس اول مره نشوف واحد مضيع. هو صغير وهو صغير وهو كبير وملابسه كبيره. يا اخي اذكر الله اذكر الله، لا تنظلني ترى العين تجيب الحس. انت تحسود؟ انت حسود؟ ماني بحسود، بس خلاص انا شكلك في اولى جامعه. دمي حار، دمي حار. وش دمي حار؟ بصلح شاهي انا. دمي حار يا اخي. انت لا تضحكني عشان اروح معك مهما كان. انا ما اروح الا اللي يعني يعطيني سعر رخيص. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اليوم يوم السعد، اليوم يوم السعد. والله اني مستانس يا صقر. وش مستانس فيه؟ وش مستانس فيه؟ لابس لي احمر كانك كمل كمل. معجون. زد علي زد. اسمع، انا اليوم مستانس مستانس ومستانس. قل لي ليش؟ ايه هم ليه؟ الطلاب وما ادراك ما الطلاب. الطلاب ارجعوا للمدارس والسوق بينتعش والامور طيبه بتصير. الحين انت تدرس؟ الحين وش فيكم انتوا اليوم؟ وش فيكم؟ انت من لبست ال 95 اللي فوق وانا غاسل يدي؟ اي طب ايش ادرس؟ انا بوصل الطلاب. اللي بيروح الجامعه بوصله، واللي بيروح المدرسه بوصله، وبيصير الشغل. ها ها، ما احنا بلحقين. انا من شوي اربع اشخاص قالوا ممكن الجامعه توصلنا. والله قلت ركبوا على طول، حاسبوني كذا كاش. لا 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 لا، ايش على
عليك سراكت سراكت يعني ايام المدارس يكثر الشغل. اقول لك الناس راجع الجامعات واللي راجع المدارس واللي في اجازه رجع ثاني مره والدنيا قوي المدرسين عادي اذا وصلت لك مدرس ايه؟ مدرس لغه عربيه يوه ولا يوه مدرس انجليزي ايه؟ لا بيرسم ما بيرسم ما لا, لا رسم رسم ايه؟ ما يبي عشان يرسمني ورا يرسمني وجهي يرسم يعني صورتك في شو اسمه يعني يرسمك يرسم حقين الرسم. انا ابي مدرس رسم ومدرس رياضه. الله يرحم لي والديك. انا اليوم جاي ومستانس. دقيقه نسيت اعلمك. وش دقيقه نسيت اعلمك؟ خذانا الحكي. انت تاخذ الحكي مني ولا تستاذن؟ رجع الحكي. ارجع الحكي؟ ها هندل هو أمسك. هندل ترجعه. شفت الولد اللي هنا؟ منو؟ اي والله ايش في ذا وش في؟ هذا انا هذا راعي الاجار ولا شنو؟ هذا راعي ما ادري وجهك. هذا دخلت انا هنا ولقيته حرامي. مو بحرامي. مو بحرامي ذا؟ احد ما حد عضك مع خشمك. ها اسمعني، هذا جيت انا لقيته هنا يقول انا صغير. بالله هذا شكله واحد يدرس اولى باء. حبيبي هذا من شكله يدرس ليلي. مو وش ليلي؟ وش ليلي؟ شفت وجهه؟ هذا ذا يدرس ليلي ذا ولا صف ثالث متوسط. اعطيته كذا مع ال وصادق يا اخوي ساقط. اي نعم. عمي انت تكلمني؟ انت ايش فيك؟ انت صاحي؟ انت انا متى كلمتك؟ ما ادري. انت تقول هذا يدرس ليلي؟ لا ما ترى انا ما ادرس ليلي، ادرس نهاري بس مطفي النور. يقول لك الرجال مطفي النور. اقعد انت اللي ما تستحي على وجهك. دائما كذا، دائما دائما والله. انت تعلمت ابوك؟ انا اعرفهم ترى، هذا اللي ساكنين هناك. والله العظيم. المهم ذاحين لو سمحت اسمع، انت ايش عندك جاي؟ ايش عندك جاي انا يا عمي طال عمرك؟ انا شريت اغاني مكتبه وراح ذا وابي اروح بيت بحي العزيزيه. اها ابي احد يوديني حي العزيزيه. قالوا ابي كدادين. قلت هنا يعني توديني انت يا انكل؟ ذا طالب مدرسه. ايوه انجلش بيك. والله ما حتى طالب بيتزا ما جت البيتزا. هذا هذا مو طالب بيتزا، هذا من مجموعه طلاب جالسين في باص. لو سمحتوا وش رايك طيب نسوي مشروع انا وياك دام انه مشروع؟ هو والله انا مشتاق اني اسوي مشروع عليه. يا سلام. انت بفلوس؟ انا بفلوس. ورا ما نجي نقطعه. هو مو بطلاب، مجموعه طلاب. هو مجموعه طلاب ونجيب لنا بلكتين ونسوي مدرسه. اي والله. اي والله. لو سمحتوا. ايه يا انكل، يور انكل. انكل ها وش انكل؟ قصده الشاحن. نجيب شواحن. ما ابي اسوا. يا لو سمحت في احد منكم يقدر يوديني؟ اسمع يا ولدي شلونك؟ الحمد لله. شلون صحتك؟ طيب ما عليك. انت ما شاء الله يعني وين تدرس؟ انا ما ابي اعلمك وين ادرس. أنا وين تبي تروح؟ ابي اوديك بيتنا. بيتنا في حي العزيزيه. وين بيتكم؟ وين بيتنا؟ وين بيتنا؟ وصف لي البيت يا ولدي. I think. يعني you speak English؟ ترى ما شاء الله. No speak English. انت في المدرسة. يا انكل اسمعني، يا انكل اسمعني. شوف تروح سيدة. اي. حلو؟ بعدين سيدة. اي. اوكي؟ بعدين يمين. اها. بعدين ليفت. بعدين اند رايت. اي. اند سيدة. اي. سيدة اروح سيدة يعني. اي سيدة. بيجيك السوبر ماركت. اي بيجيك السوبر ماركت خله. روح ليفت. اوكي؟ سيدة 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 بيجيك المدرسة. خلها يو تيرن. اوكي في اسمع في خمسة صابع بس عد لي الوصف اذا ممكن. طيب شوف انكل حبيبي. سيدة بعدين سيدة اند ليفت اند رايت. سيدة سيدة يو تيرن. اوكي يور سكول فور يو نوت اوكي نوت دي اون انا في خربط. شوف سيدة سيدة بعدين ال1 ال2 ار1 ار2 يسار معليش فيني انا صقر اخوي صقر ساعدني. الحين ما تعرف انجليزي. رح ما تعرف انجليزي انت. لا تقعدوا تفشلونا مجمعينكم هنا ما تعرفون انجليزي. الحين لو تركب لك راكب مثلا امريكي ولا بريطاني وش بتسوي معه؟ يلا شوف الخبرة. انا بشوف ايش بتسوي. وين يور سبيك انجلش انكل؟ نو اوكي very good very good listen to بيتكم me. بيتكم listen to me please. سيدة left and right and سيدة you tell and school not school
يور سوبر ماركت. تعال مركب, مركب في الشارع لفت سهلة تركب في اللفت هذا يوصلك للمدرسة. نو 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 انكل نو انكل نو اسمع تعال سكول انجليزي ما تعرف انت انجليزي انا اللي اعرف اخوي مرة شفت كف يمشي 100 100 ها هذه ما يحلها الا انا عارفه ولدنا الاشقر ولدنا الاشقر من هو؟ ولد الخرج ولد الخرج من هو السواق اللي على يقول لك فالح فالح ما في غيره فالح يا فالح راح يسوي له قهوه عاد من شوي مر عليك يا فالح تعال هو ترى من يومه يعرف انجليزي خير ايش تبغى؟ هلا اخوي فالح شلونك؟ شلون الصحة؟ طالبك انتوا ذي الحين ليش معلمتوني ان اليوم وقت المدارس ووقت الشغل ووقت الذروة على قولتهم وقت الزباين تصدق من اللي علمني؟ من هو؟ واحد اتصل علي قال ترى المدارس بدت اليوم قلت من انت؟ قال والله فعل خير من في العراسة؟ سلامات يا اخي دق علينا علمنا والله نفقع وجهه والله بقى المهم طيب اسمع. انت ايش تبغى تصارخ علي وفالح يا فالح وقفت بخامس يعني. اسمع انت الحين الكلام احنا خل عنك اللي دق عليك واللي ما دق عليك ايوه لا انا ماني بعرف له تعبت وانا يوصف لي ماني بعرف كيف راح وصله هذا وش انسان ولا جمال هذا حبيبي ثلاجه بيت صغيره ايش اقول له طيب تفاهم معه وتتكلم معه السلام عليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا كيف حالك اخي ابي خير انت ابي خير انت الصوت هذا طلع منه ولا هذا ده نعم. اسمع خير هذا ده داخل مدرسه داخل مدرسه وعمره 10 سنين استاذي انا اريد الذهاب الى البيت وبيتي في حي العزيزيه طيب وسالوني الاساتذه قالوا اين بيتك يا صغيري قلت حسنا تعال اخبرك تعال يجب ان دقيقه الحين صغير مسكين ولا وديتوه بيوت يا طماعين عشان مبلغ وقدره اقسم بالله راح الرجال صدق سم مامر بس بيتنا تروح سيده ايوه سيده أيوه يمين يسار فوق تحت أيوه حلو ال1 ال2 ار1 ار لا معليش المدرسه المدرسه بس فوق المدرسه أيوه هناك نزلني هناك بس يعني كلها 20 كيلو اسمع وصفه ولا بس حل منه وصفه انا تدرس اضحك انا تدرس اضحك تصدق تتشبهون فيكم كيف؟ طيب والله تتشبهون اسمع انا ابوك وصفك سهل ها؟ الله يعطيك العافية وهذول انا ادري ليش ما ودوك انا اعرف قصتهم لكن انا بوديك 100 ريال سعودي ريال وشو ما تستحي يا ظالم انت ما تستحي يا ظالم لو قدامنا لو قدامنا طالب تودي ب 100 ريال انت شنو وانت من بشر انت شنو؟ انت ايش فيك صاحي؟ اقول في العراسه الحين هو له ساعه متاخر وانت وجهك ما وديته ويوم جيت انا بوديه مبلغ بسيط يا طماع يا جشع اعوذ بالله كم بتوديني انت؟ انا لا هو اكلفه يوديك ب 80 ريال ما على كيفك يا صغيري تفضل تدري كم قال لي قبل شوي؟ كم؟ قال لي 120 طماع الحين بس والله اني مستغرب هذا وين يطلع الصوت معه بس شوفوا غالين والله يا اخي انا الطالب يعني فسحتي كلها 10 ريال كم تصلح لك 60 رحمتي لا لا يا اخي طالب يا اخي ارحموه في الارض يرحمكم تدري من وين الصوت يطلع منه؟ لا حول منه الحين مناقشه تعال دقيقه وبرزيقه تعال سم ابوي تعال تدري وين الصوت؟ ترى هذا عنده ميزات غريبة وش يعني شوف هنا يطلع كابتشينو وهنا ترص يطلع حليب يعني قصدك آلة قهوة يمكن يصير آلة قهوة اوكي لا تنكت دي مسوي ظريف انت وجهك اجلس مشينا 100 ريال اوكي؟ لا 100 انا ماني اجيب 100 ريال يا اخي والله وجهكم وجه 100 ريال يا اخي 20 كيلو تدري والله اني عطفت عليك 80 20 كيلو يا عمي 20 كيلو وش 20 كيلو رفت رايت لفت رايت ايش هذا؟ انا ما معي فلوس انا طالب من وين 80 تبغى ولا لا؟ لا 80 واجد خلاص يلا 10 ريال يلا 10 ريال لا بعد 10 ما تبغى؟ 80 واجد ما ابي 80 ما ابي تبغى ولا ما تبغى؟ ابغى 8 ريال تبغى 8 ريال؟ ايه 10 ما تبغى؟ لا السلام عليكم هلا خلاص ب 5 ريال هلا بنورنا هلا بالنور اللي يشع متجمع النور مجتمعين ما شاء الله هلا ما شاء الله
يلا حيه بوصله بريالين يا ابو هلا والله هلا والله صدق بوصله هذا تبعك يا فالح صدق قلت بريالين بوصلك يقول خمسه قلت لا ريالين بس وين توصله وين ابغى حي العزيزيه وكله هذا يقول 100 وهذا يقول وين بتروح انت وين بتروح؟ ابغى حي العزيزيه 20 كيلو اي وش تبي من حي العزيزيه؟ بروح بيتنا عشان عندي مدرسه بكره اوه عشان المدرسة وش رايك؟ بيض الله وجهك الله يبيض لا المدرسة يا جماعة خير المدرسة عاد الا المدارس يقول خلك في الكرم والشهامة فارس لا جوك اهل المدارس اي ترى هذه مهمة الله وبعدين ما شاء الله عليكم شوف انا بقول لك شيء ترى النبي عليه الصلاة والسلام وش يقول؟ يقول من التمس طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا الى وين؟ الى الجنه، يعني شيء ما هو بسهل طلب العلم هذا. بس عرفتني؟ عرفتني؟ اي كم قالوا لك؟ هذا قال لي ب 80 وهذا قال لي ب 90 على اساس انه رخص. ايه وهذا قال لي ب كم قلت لي انت؟ 70 ما ريالين قال لك ريالين يوم شافك قال ريالين. انت ما تستحون على وجهكم انتم؟ هو بياخذ حيز بس هو يا جنزه بياخذ حيز وانت بتشيلها على راسك ولا بالسياره؟ هو بياخذ حيز انا بالله عليك يا انت احكم يا ابو كدي انا اذا جيت اوصل اصبر دقيقه بجيب لها صفيره اسمع اذا جيت اوصل الركاب انا كم اخذ راكب اخذ اربعه ايه صح ولا لا ايه صح ولا لا يا ابو كدي الواحد بكم الواحد ب 40 ولا ب 50 صح ولا لا اها زين هو بيجلس ورا مو بقادر لا اركب لا واحد ولا اثنين هو ايه بالحالة كم احسب عليه بس انا تراك نسيت شيء مهم ها نسيت هذاك الهام اللي ركب معك وخذ مو باربعة وخذ شوي من البيبان وجايني تنتفض خايف منه ووصلته وخفضته ل 50% بس يا ابو كدي وش يفرق عن لانه طالب مسكين وعلى ما قال ما عنده شيء ابو كدي ايش رايك فيني؟ اقول بيض الله وجهك طبقت الدور صح؟ اقول ما عرفتوه ذا انتم وجيهكم لا هذا اختبار مسويه انا لكم بشوف وش انتم لعبتوا بالزباين وعفستوا الزباين تزودون على الزباين هذا عامر صباح الخير يا عامر إيه؟ مخليه يسوي هالدور عشان اعرف ما تسمع على اسمعوا كل واحد من مخصوم منه من ولا كلمه كل واحد مخصوم منه باذن الله تعالى وانت اولهم انا قلها ريالين هجل 70 و80 ثم تقول ريالين ما تسمع على وجهك يوم شافك يعني ما خفت من الله وخفت من ابو كدي ابو كدي خصم الله يغفر ابو كدي انت تخصم علينا ما عرفناه مصف الجنزه ما عرفناه ولا عرفت انا شفته ما شاء الله لابس رفارف ما شاء الله رفارف حق جوه اسمع ايش يقول اسمع ايش يقول يقول اسمع ايش يقول اسمع اسمع يقول موتر كذا ها هو مفكر بغيت اجيب الفوطه مسحه مكتوت هي اقول ابو عامر احرمهم من الشاهي لا ما نقدر نعيش كل شيء يا ابو كدي الا الشاهي الا الشاهي بنموت احرم اوريك الكيس احرم وراح مكه اقول هذول مشكلتهم لو تصب فيهم الفهم صب ما فهموا ولذلك خلونا نروح المسابقة فاصل والله ما خلي يقص علينا والله ما خلي والله ما خليك يا فدله موقف معيكم قانع وراضي وين جيت وعلى وين رايح يا ابو كدي وش احوالك خبرنا وش